انت ممكن تتحبسي في ثانيه يا بوسي، المديريه كلها تحت. هو انا ما قلتلكش يا يحيى كل السنين دي؟ لا ما قلتليش. انا معايا شهاده مامه اطفال ما بتحبس. صدقي بالله لولا انك بنت والله كنت دفنتك هنا. لا كده بوسي زعلانه. ما تولع بوسي ولا تتحرق، وهي وقالها واليوم اللي تشوف